رجل جديد المميز السيد حسين الحسيني، شعر، غزل، موسيقى وفن. خلينا نشوف. نذهب إلى الفيديو الأكثر متابعة ولايك وشير وكومنت على فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية. نتابع مع بعض. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل. ما بيطلع له زقف السيد؟ شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني المشهد غريب. ما غريب إلا الشيطان، ليش بالعكس؟ عمامة. بلاش نحكي مثل غيرنا يعني. وسيد وصورة يعني نتيجة رجل الدين مع الموسيقي والفنان. الله يسلمك. هيدي شو استحقت من الجماهير، هجوم ولا تأييد؟ والله يعني ككل عمل يطرح بالعلن لابد الإنسان يكون متوقع نقد بالدال مش بالضاد، يعني نقد هو بيان السلبيات وبيان الإيجابيات. طبعاً وجهة نظر كل شخص. هلأ أنا لما تصديت لهذا العمل أنا كنت مطمئن أنه كله إيجابيات، ولكن أيضاً كنت مطمئن أنه أي عمل ناجح كأي شجرة مثمرة ترمى بالحجارة. بس هو مش قصة ناجح أو مش ناجح، هي قصة يعني المبدأ اللي سائد عند البعض أن الموسيقى أو ارتباطها بالدين أو برجل الدين مسألة. طبعاً أنا مش قصدي ناجح كعمل فني، أنا مانيش موسيقار يعني. قصدي ناجح كرسالة وصلت أنه ما في بأس أبداً، لا بأس من أنه رجل دين معمم يظهر بصورة عازف لموسيقى هادئة سوفت ميوزك أو كلاسيكية مهما كانت تتناسب مع الأجواء التي لا يستنكرها الدين الإسلامي، يعني حسب تعبير المراجع أنه بيقولوا لا تتناسب مع أهل اللهو وأهل الطرب أو أهل الهرج والمرج. طبعا هاي الموسيقى لا تتناسب معهم أكيد. لذلك أنا جدا استغربت أنه البعض مما يعلم يعني ويتيقن بأن المرجعية أشهر المراجع اليوم يجيزون الموسيقى لهذا النوع من الموسيقى. ليش تصدوا؟ 24 سنة يعني 20 سنة. كنت صغير كتير يعني. هلا مانيش كبير كتير بس انه كنت صغير كتير. بس قصدت هيدا الفيديو اللي انتشر، يعني هل تقصدت انك تكون بهيدا بثياب رجل الدين في قلبه؟ وليش صورت؟ يعني كثير حيسالوا هالسؤال. انا اول شيء انا ما يعني ما صوروني، كنت انا مثلا بساحه المطار او شيء، لا انا كنت ببيتي وعم بيصوروني بشكل واضح وانا قاصد اني اكون بلباس الديني
وعندي كثير تسجيلات مش باللباس الديني بس ما نزلتها اكيد. انا كان هدفي واضح من هذا الشيء، وانا اصلا اول انتشار لهذا الفيديو اللي انا نزلته باختياري انا على حسابي على الفيسبوك، انا ذكرت شو الهدف وشو الغايه وشو الغرض من إشاعة هيك نوع من المقاطع المسجلة. وصلوا لأنه يقولوا لك أنه أنت منك خارج عن دينك، يعني طلعوك من دينك يعني. إيه من التعليقات اللطيفة يعني أدخل السرور على قلبي يعني. قالوا أنه أنا من الملة اليهودية، مع احترامنا طبعا للدين اليهودي، أنا من الملة اليهودية ولكن لابس هذا اللباس حتى أشوه صورة الإسلام. مؤامرة يعني مفبرك ملف. إيه أنا متآمر على الإسلام والمسلمين، حتى اضطريت يعني أني أنا أوقف لها يا جماعة، أنا ابن الضاحي، أنا ربيب جمعية تعليم الديني مدارس المصطفى، أنا ابن المقاومة، أنا من كتبت شعر للمقاومة ولحنت للمقاومة أيضا، عند في شيء من ألحاني للمقاومة، كنت بفرق الموسيقية للمقاومة، فرقة الإسراء، فرقة الولاية، والكشاف المركزي للموسيقى المركزية لحزب الله. بتكتب أغاني وأناشيد؟ بكتب، كتبت أناشيد ثورية بعهد الاحتلال الكيان الصهيوني، وفي أيضا هذه الأيام اللي نحن عم نعاني منها كمان كتبت، وكتبت مدائح بالشخصيات العظيمة أمثال أهل البيت عليهم السلام، وأيضا أكتب الشعر الغزلي بنسبة كبيرة جدا، وهذا كمان تصيدوه بما أنه الشعر الغزلي يعني بنظرهم يتلائم مع الموسيقى وبينسجم معه، فمباشرة أطلقوا علي ألقاب لطيفة يعني. بس مكتر أدوات الاستفزاز أنت سيد يعني هي أنا قصدت هيدا الفيديو بس يعني غزل وموسيقى. طيب أوكي فهمنا أنه أناشيد ممكن يقطعوها، بس غزل أنه رجل دين بيكتب غزل وبينشر، بلاقي كتب كمان معك لها علاقة بالحب كمان. يعني أنت بنظرك هي أعجوبة؟ أنا بنظري هذا الشيء طبيعي، بس نظري مش هو مقياس. هني بنظرهم هذا الشيء أعجوبة؟ مش مقبول يعني هو باعتبار اي شخص انسان وبحس ويتكلم تعابير حلوه لكل واحد حسب منظوره، بس انا ماني خبير الدين يعني، البعض بيقولوا انه يعني كلمونا بلغه عزيزتي، كلمونا بلغه نفهمها يعني. انا اتغزل بالمراه هذا امر قبيح يعني، ما بعرف، بس يحكوني بلغه افهمها. بركي انت تشجع الغرائز من ناحيه معينه، تبيح المحرمات، ما بصير بيكثروا الصفات اللي بيلحقوك يعني. هذا كل سؤال بدك منفند لك اياه يعني. انا مش انا اللي اخترعت الغرائز، ولا انا اودعت بالنفس البشريه، والمراه موجوده والرجل موجود، كل العالم عم تغزل ببعضها، لكنك وانا رجل دين تسوق لها. اكيد انا اسوق أنا لها حتى يعني. احسنتي، انا اسوق لها وانا اتعمد التسويق لها، وانا حتى على حساباتي ذكرت انه انا انما نشرت بعض القصائد الغزليه، هي بتوصل نسبتها ل 10% مما انشر طبعا. طيب تسمع شيء منها للقصائد الغزلية؟ هلا أنا لحلك، بس أقفل السؤال. أنا لما ذكرت هذا النوع من الأشعار العاطفية الغزلية، إذا حبيت تعبر عنها بالغزلية، أنا ذكرت أنه أنا قاصد من وراءها أنه الناس تتعلم فن التخاطب بين الرجل والمرأة. يعني المرأة تستحق أن تخاطب بالكلام الجميل، هي أصلاً تغزل بها الأم عليهم السلام، تغزل بها النبي مثلاً، لما الإمام علي يوصفها يقول المرأة ريحانة، المرأة ريحانة مثلا. هذه شو يعني؟ إذا أنا جبتها بقصيدة وقلت لها ريحانتي مشتاق أنا، صارت قبيحة وحرام. بس أقول لك إذا الشيخ عمل أمسية شعرية غزلية يعني مفتوحة، والله هذا يتوقف عن مدى يعني يتوقف على مدى ذكاء الشاعر وقديش سواء. على فكرة أنا كل الفكرة أنا متماشي معك، سالك معك، وإلا أنا سواء رجل الدين ولا غير رجل الدين المفروض يتحلى بالأخلاق. إذا شيء مخل بالأخلاق لازم رجل الدين وغيره يتحلى بالأخلاق. مش عارف ليش رجل الدين لازم يكون أكثر، أصلا مش فن عارف. بدون الأخلاق لا يكتمل. هلا رح يقوموا علي المفروض من رجل يقولوا المفروض رجل الدين يكون لا 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 لا، أنا مش معكم. آخر شيء بنحكي لما نتطرق إن شاء الله، إذا حبيت تتطرق إنه هل يتناسب هذا مع رجل الدين. أنا بدي أعرف من هو رجل الدين. هل رجل الدين يعني إنسان فضائي؟ يعني أنا كنت بمدرسة، أصحابي اليوم منهم أطباء، منهم مهندسين، ومنهم يتعاملوا بالمهن الحرة، كهرباء، ميكانيك، لفرق. أنا فت على معهد ديني، هني فاتوا على معهد أكاديمي. طبعا أنا فت كمان على معهد أكاديمي واخد دكتوراه بالمعاهد الأكاديمية، بس من معاهد الدينية. حضرتك شو الشهادات اللي معك؟ أنا معي ليسانس بالعلوم التمريضية من كلية الصحة الجامعة اللبنانية بال2001، وحاصل على الدكتوراه بالفلسفة وعلم الكلام الإلهيات يعني اللاهوت بسنة 2009. فأنا فتت على بغض النظر عن الدراسة الأكاديمية، لما فتت على المعهد الديني صديقي فات على المعهد الأكاديمي. هلا أنا بمقتضى طبيعة هاي المهنة لازم أحط عمامة، لأنه الناس لا تعرف إنه هذا شخص عارف الأحكام الشرعية. هل إذا أنا حطيت 12 دراع قماش أو أقل أو أكثر يعني بصير قديس؟ مش عارف. إذا قديس ما المفروض، إذا أنا قديس، إذا أنا قديس ريما ما لازم يتجرأوا يعترضوا علي.
لانه من ضمن الرسائل اللطيفه اللي وجدتني عبروا بالشارع المقدس. مش عارف شو هو الشارع المقدس، مش قصدهم الله، انا الله بس انت تاثرت، قلت لي ما نمت امبارح. لا مش ما نمت، انا تاثرت هالقد بالاشياء السلبيه. انا ما نمت صار لي يومين، مش تاثرا، بالعكس انا صدقيني كنت غايه السرور. ما صدقت انه هيك صار معي، لانه خدموني خدمه العمر واحد. وشغله ثانيه بس بدي لحق رد، لانه في ردود قبيحه جدا انا بتنزه انه يسمعوها ويشوفوها المشاهدين. بس انا كنت سعيد لانه هذا بيفتح على سؤال الشهره. ايوه انا ناوي تنشهر، انه انت بدك تنشهر. البعض بيقول مثلا على الاقل احترم العمامه وشيلها وست هذا هلا من بعدها. انه انت بديش اتناسى طلبك، طلبتي مني قصيده بس. هون انه انا بالعكس انا تعبت، لانه كنت عم بتصدر الاجوبه والاسئله والمباركين اللي كانوا عم بيحكوني، بس ما تعبت من الانتقادات. بس هذا هو، انا لا ما سعيت للشهره ولا أقصدها، ولا بحياتي سعيت، ولو بدي أسعى للشهرة هلأ لهني بيفهموني. لو كنت أسعى للشهرة لعرفتم أنه اللي كاتب ها قد بشر نصر الله أنا، واللي كاتب علمني الموت حياة العز أنا، وأنا الملحنة، واللي كاتب أقزام تحلم من نصري وقت حرب أنصارية أنا، واللي كاتب قمر الاستشهاديين شهيد علي أحمر، شهيد علي أشمر صديقي دراسي وحبيبي أنا، واللي كاتب وجهت فؤادي كالشمس أنا، واللي كاتب كثير من المدائح لأهل البيت أنا، ولا حدا بيعرف اسمي. لأنه كنا نحن بعصر الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف لا الكاتب ولا الملحن ولا أحد، ولا حدا منا أصلا عم يبحث عن الشهرة. ليش لبعد 20 سنة من العزف أنا بدي برز هالشيء؟ ليش رفضت تجي على الاستوديو مع الأورج قبل؟ أول شيء لأنه أنا بيتي على الثالث ما فيش أسانسير. هذا جواب دبلوماسي، المفروض مرة هيك ومرة هيك. إنه على الثالث أنا زعلت على الشباب حملوا. يعني مش متردد كنت؟ أنا مش متردد، بس أنا ما بدي أظهر، مش غايتي أظهر كشخص موسيقي. أنا مش موسيقي. يعني عندي أساتذتي، أنا ذكرت اسمه من باب المحبة، أساتذتي اللي علموني الموسيقى، أحمد همداني اللي شجعني وهو كان أستاذي بمرحلة معينة. طبعا أنا مش شغلتي، هو موسيقي وغيره موسيقي، أنا لا مجرد عازف، فما بدي أظهر كعازف. أنا كنت بدي بينا وجهة نظر الإسلامية، لأنه أنا هدفي من تسويق هذا التسجيل أنه بين رأي الدين الإسلامي، أنه حرام خلي رجل الدين يعيش حياة طبيعية. يعني أنت كأنك عم بتقول أنه الشيخ فيه يروح على السينما، فيه يسمع موسيقى، فيه يرقص. هلأ يرقص لا أوكي. يرقص لا طيب. هو حب يرقص بالبيت يعني يرقص، بس انه الرقص ما هي في شيء ما لهش علاقه. ما خليني ارجع لك شيء، يعني يرقص مثل بده، حب يرقص وعم يتحمم، حب يرقص هو وزوجته، يعني هذا شأنه، وهيدي امور خاصه اصلا ما يعني احنا تدخل فيها ليش، بس هي حريه شخصيه. واحد حب يتمايل حيقولوا لك هلا، حيقولوا لك واحد حب يتمايل هلا حيقولوا لك انه الرقص كمان حتبيحه بعدين. بكل الاحوال عندي بس فقط سؤال واحد مباشر، يعني انت هلا عم تقول الموسيقى ليست حراما؟ أكيد ليست حراما، أكيد. طيب. طبعا في خلافية، في مسألة خلافية، ولكن الأغلب على تحليلها. قبل ما أسمع القصيدة، بتعتقد جمهورك النسائي حيكون أعلى من جمهورك من الرجال؟ يعني الناس النساء أكثر متعطشات للانفتاح؟ ممكن، نعم، أنا لاحظت هيك من خلال التعليقات يعني. هو هذا اللي كنت بدي ألفت نظر له. فخليني شو قصة الكتاب والحب؟ أنت قصيدة بدك ولا؟ إيه بدي، شفت هذا أنا كتاب حبيت إنه أهديك إياه، لأنه كمان كتاب فريد من نوعه، معنون بالحب والغيرة وتعدد الزوجات. تفضلي. مع حضرتك أو ضد بدون ما تشرح لي؟ أنا لا مع ولا ضد، في نقاش ما بيصير نكون مع أو ضد بهالشكل. طيب، فينا نسمع القصيدة؟ نعم. أقول رأيت الله في عينيك مبتسمة، رأيت الله في عينيك مبتسمة، كأن العرش في وسعيهما ارتسم. هناك سجدت بين البين منذهلا، فكيف أقوم حيث الكون قد قسم؟ أما مملكتي بلا سور تحاوطني وتطلقني، أطوف بروحها حلما، وأسعى بين خديها فمن عطشا لزمزم، بين ذين الماء قد سجم. يغالي المرء في أشعاره نزقا، يغالي المرء في أشعاره نزقا، وحسنك في قوافي الشعر قد ظلم، وأعجب لعاشق إذ يشتكي ألما، وقد أصبحت قربك أشتهي الألم، فأنت الأنس فيما استفحلت كربي، بنارك إذ كوتني جرحي التأمى. شكرا. أنا بشكر وجودك معنا. تسلمي، أنا بتشكركم، بشكركم على الاستضافة ومناصرتي بشكل أو بآخر. هيدا على كل حال يعني صورة جميلة أنا نشوفها من رجال الدين، يعني أشخاص منفتحين على الفنون وبطريقة لائقة مثل ما حضرتك قدمت حالك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. الله